نعت إيران رئيسها ورئيس دبلوماسيتها ورفاقهما، وبكى الإيرانيون شهداء الرحلة الأخيرة وسط حزن لف البلاد. رحل رئيسي، صديق الفقراء ورجل الساحات والإنجازات وصاحب الشخصية الشعبية التي احترمها الخصوم قبل الأصدقاء. نبأ استشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما كان صادما للإيرانيين. هنا ترى الوجوه حزينة والعيون باكية تذرف الدموع من ألم الفراق، وهنا ترفع الرايات السود على المساجد ودور العبادة حدادا وحزنا على فقد الرئيس ورفاقه. قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي توجه بالعزاء إلى الشعب الإيراني، كما نعت كبار الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية في إيران الرئيس، وأكدوا على وحدتهم وتلاحمهم ووقوفهم إلى جانب المسؤولين حتى تجاوز الأزمة وانتخاب رئيس جديد للبلاد. هذه الأجواء انعكست على الجلسة الاستثنائية التي عقدها النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر مع رئيسي السلطة القضائية محسن إيجئي ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قالباف، اللذين أكدا على ضرورة تعاون أعضاء الحكومة بشكل كامل مع مخبر لمواصلة مهام السلطة التنفيذية. هو اجتماع فرضه رحيل الرئيس إلا أنه رسالة واضحة عن الاستقرار والاستمرار وثبات دولة المؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ملك عابد، طهران، الميادين.